سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه ميا شانيل. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معاكم داك خب الشوكولا كيجيو من ألد واروع ما ياكل بمقادير جد بسيطه. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. غادي نحتاجو كمكونات لهاد الوصفه. عندي 3 ديال البيضات واخدين درجه حراره المطبخ، نص سيترو ديال الحليب، 250 غرام ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وقبيصه ديال الملحه. صافي دابا على بركه الله غادي ندوز لطريقه التحضير. غادي ناخذ خلاط كهربائي وغادي نبدا نهرس البيض. بسم الله. انتما البنات، من بعد ما درت 3 ديال البيضات في خلاط كهربائي غادي نزيد معلقه كبيره ديال السكر سنيده وقبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد نص سيترو ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، و 250 غرام ديال الطحين. كيف ما شفتوا معايا درت المكونات كامله مع بعضياتها، يعني الوصفه سهله ودغيا كنوجدوهم. صافي دابا من بعد ما درت المكونات كامله في الخلاط غادي ندوز باش نبدا نطحنها. هانتوما البنات، من بعد ما خلطت المكونات كامله مزيان بالخلاط الكهربائي غادي ناخذ اناء وغادي نخوي الخليط ديال الكريب. هانتوما البنات، كيف ما كتشوفوا معايا كيجينا الخليط ديال الكريب، القوام ديالو خفيف على هذا الشكل، يعني ما كيجيناش ثقيل بزاف. صافي دابا غادي نخليه يرتاح واحد 15 دقيقه وعاد غادي ندوز باش نبدا نطيبو. صافي دابا البنات، من بعد ما خليت الخليط ديال الكريب يرتاح 15 دقيقه غادي نبدا نطيبو. عندي هنا المقيله ديال الكريب اللي كنطيب فيها لي كريب، وغادي نبدا على بركه الله. وغادي نوزع الخليط ديال الكريب المقيلة كاملة. صافي غادي نخلي الكريب تحمر من التحت وعاد غادي نقلبها وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نطيب لي كريب اللي عندي كاملين. هانتوما البنات، من بعد ما كيبانوا لكم الجوانب بداو كيتحمروا غادي نقلب الكريب.
انتوما كيف ما شفتوا معايا من بعد ما طيبت لك خب اللي عندي كاملين، صراحه البنات كيجيو خفافين وغزالين، وحتى المقدار اللي عطيتكم كيحط لنا كميه كبيره كيف ما كتلاحظوا معايا، حط لنا الخير والبركه. صراحه البنات انا تشهيتهم بالنوطيلا وقلت علاش لا ما نشاركهمش معاكم. وانتوما بالنسبه للزين دائما كنقول لكم على حسب الاختيار ديالكم واللي عندكم موجود، ممكن تعمروهم بلا كريم باتيسيير، لا كريم فريش، ديروهم بالنوطيلا حتى نتوما، تعمروهم بلا فخوي على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لي انا هنايا خديت النوطيلا درتها درت شويه في كاسرونه باش تسلق شويه على هذا الشكل، وغادي نزيد عليها دانيت شوكولا. صافي غادي نخلط هاد الشوكولات مع دانيت. صافي دابا على بركه الله غادي ناخذ الكريب وغادي نبدا نعمرهم. غادي ناخذ الشوكولاط اللي زدت معاه دانيت شوكولا، وغادي ندهنو فوق الكريب بهذه الطريقه. وغادي نلوي الكريب بهذا الشكل. صافي البنات غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نعمر لي كريب اللي عندي كاملين. صافي دابا من بعد ما عمرت لك خيط اللي عندي كاملين بالنوتيلا، خديت شويه ديال النوتيلا درتها في بلاستيك غذائي وغادي نبدا ندير خطيطات من الفوق. المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. بسم الله هذه الطريقه هذه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نزين لك خيط اللي عندي كاملين. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب من بعد ما كملتهم مزيان، وكيف سبق لي وقلت لكم مزيان كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صراحه كيجيو ناجحين ولداد بزاف بزاف، وكيف ما شفتوا معايا ساهلين في التحضير ديالهم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبتكم وصلوا الفيديو الى اكبر عدد ديال لي لايك وشاركوا مع اصحابكم واحبابكم. واذا كنتوا جداد بالقناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. وما تنساوش البنات تدخلوا عندي لاباج ديالي على الانستغرام اللي غادي تبان لكم على الشاشه. مرحبا بكم والف مرحبا. كنشكركم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.